بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 141 الآن نحن القرآن تركينه جانبا لأنه ما في موضع خلاف، شيء مسلم فيه، لكن الرسول إذا أردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء وإلى آخره ما يتعلق بكل الحياة اللي بيسموها اليوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، منين هي بدنا نعرفها؟ من القرآن، من السنة. فإذا اجينا سلمنا للجماعة اللي ضربونا السنة، معناه صرنا أحمق من الكفار هل بقدسوا عظمائهم بتاريخ الله أعلم بصحته. ما في عندهم أسانيد مثل ما موجودة عنا. أنا الآن في القرن 14 بقول لك هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا مكذوب إلى آخره، هذا صح عن عمر هذا ما صح عن عمر. كل الشعوب اللي عندها عظماء ما في عندها الدقة إطلاقا، مع ذلك كل عظيم عندهم له إيش؟ له تاريخ، له كتاب إلى آخره. هذول الأخباس بنسوا تاريخهم، أهزل تاريخ وأضعف تاريخ على وجه الأرض، وبيجوا بيضربوا تاريخنا نحن بأنه هذا ما هو جاي في القرآن إنما جاي بالسنة، والسنة ما دونها سعة الرسول عليه السلام. طيب متى دونتم أنتم التوراة؟ متى دونتم الإنجيل؟ متى دونتم الشوعية؟ أليس بعد وفاة هؤلاء إلى آخره؟ لذلك خليك على حذر وخليك على إيمانك بالله ورسوله، ومثل ما قال حفيدك آنفا أنه نحن بآخر حياتنا بدنا المكسب اللي كسبناه في شبابنا في دندل، تعبير جميل، لكن خليك على ذكر منه، شايف؟ ولا تتأثر أبدا بغير ما تسمع. والأمر كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أنا كان عندي كتاب مقرأه موجود، كتاب مقدي هون، شوفه بتقرأ؟ لا، ما حتى هذا خط كبير. لا ما بقرأ. لا الحق الدامغ. أيوة. شوف الاسم هذا، الحق الدامغ، هذا من 1001 إباضي. إباضي يعني خارجي، من الخوارج. إيه، ومدافع عن مذهب الخوارج كل المدافع، لكن يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. متعرض هنا لعدة بحوث، من جملتها لأن الإباضي الخوارج بينكروا أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة ورؤيتهم له تبارك وتعالى، حتى إذا رأوه نسوا نعيم الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة نظرة إلى ربها ناظرة. شوف بقى شلون بيقولوا لك، ودوم مسلمين فشو بدك تقول عن الكافرين؟ قال إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. يعني شو؟ منتظرة. منتظرة وين؟ إلى ربها ناظرة وين؟ منتظرة. شايف؟ أنا ظنيت هذا الكتاب اللي أنت بدك تعطيني اللي ألفته. لا، هذا اللي بدي أعطيك إياه مو كتاب واحد. أيوة، عدة كتب. يعني لا، لسه أنا ما انتهيت من العبرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. شلون أولها؟ أيوة، منتظرة. منتظرة. هذو مسلمين لكنهم ضالين عن السنة.
الشاهد لسه ما تم. قالوا بيحتجوا بالحديث. شو هو الحديث؟ قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا تبارك وتعالى أي عبادي هل أزيدكم شيئا؟ قالوا يا ربنا ماذا تزيدنا؟ لقد أدخلتنا الجنة وأنعمت علينا. قال لا، عندي زيادة وهي أن أريكم وجهي فيرفع الحجاب. يرفع الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى. هذا الخبيث مؤلف هذا الكتاب شو سوى في الحديث؟ قال هذا الحديث أولا حديث أحد مو سمعت الفلسفة سامع منك في حديث أحادي نعم وسامع في حديث غريب نعم لكن ما لك سامع مني أنه أحاديث الصحيحة شيء من رده وشيء من نقبله كله مقبول عندنا أما عند الخوارج والشيعة الحديث ولو كان صحيح فهو مرفوض إذا كان أحاد يعني غير متواتر إذا خالف رأيه فهذا حديث أحد. قالوا أول شيء هذا الرجل، ثاني شيء قال هذا مخالف القرآن. هون بقى شنو مخالف القرآن؟ القرآن بيقول قال انظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني. أول الآية هنيك أنه حتى في الآخرة بينما هي في الدنيا. فلما إجى الحديث بتحدث عن الآخرة ضربها بمفهوم الخاطئ للآية فرد الحديث صحيح. وهكذا الأمة تحارب منذ 1000 سنة وزيادة ليس فقط من الأعداء بل ومن الأصدقاء من المسلمين أنفسهم. ليش؟ لأن الأهواء مختلفة. أهواء تجعل بعض الناس كفار لا يعترفون لا بالرب ولا بالنبي عليه السلام، وناس منهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك كما قال وأنهي كلامي كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا وهذا سمعت مني مرارا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. عليك بالأمر العتيق يا مسلم. لا تسمع لا تسمع لابنك الروسي الله يثبتنا عليه. هذا اجى موضوع عطبالك بدك تجعل بينك وبينه حصن لانه يحمل اذكار لينين وستالين. هو بقى بيجادلك وما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنه، عنده علم بالشبهات التي لقنوها اياه بس. لا تسمع منه لحتى تدركنا وإياك إن شاء الله المنية إن شاء الله ونحن على العهد القديم. بالنسبة لكتاب الله عز وجل هل يجوز تفسيره؟ هل يجوز تفسيره في كل عصر ويختلف عن عصر؟ أبدا، هذا هو الضلال المبين. لا يجوز التلاعب بتفسير القرآن. القرآن كما قال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول قام ببيان القرآن، فما بينه الرسول عليه السلام في السنة ما بيجوز باري ناس يقول أنا بفهم من القرآن كذا. خليك على الأمر القديم. خليك على الأمر القديم. ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ هاي مسألة لها علاقة بالأصول، رح أعطي جوابهم بعدين أشرحه. صلي على النبي. أنا ولا أنت؟ اسألي الحديث هذا بنا معطلين عليه. نعم هذا ترى ماشي هذا إن شاء الله عليه. شو في غيره؟ هل السبع المثاني قرآن؟ وهل السبع المثاني هي فاتحة الكتاب؟ السبع المثاني هي فاتحة القرآن، هكذا جاء تفسيره في صحيح البخاري. السبع المثاني؟ هي الفاتحة. هي الفاتحة وهي القرآن. يا سيدي أوتيت الكتاب ومثله معه فيه نكر. أوتيت القرآن ومثله معه فيه نكر. أوتيت جوامع الكلمة
فيه؟ فيه طبعا كله. إنه يا أولاد فتشوه مثله معه السنة. أعطيته الكتاب ومثله معه شو؟ أما أقول لك مثله معه السنة حديث الرجل. والقرآن مو قلنا أعطيته القرآن ومثله معه. أنت عم سأل القرآن ولا لا الحديثين؟ ثلاث أسئلة، الكتاب والقرآن وجامع الكلمة. وجامع الكلمة كيف يعني؟ أعطيته الكتاب ومثله معه. أما جاوبه خليك واحد واحد. لا هو بشأنه له. هو يقصد انه يعني هذا يتبع الكلام القديم انه الكتاب غير القرآن. أوتيت الكتاب ومثله معه هي السنة، أوتيت القرآن ومثله معه. مو شرحنا انه القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. يعني الحديثين معنى واحد دول. معنى واحد. لكن ومثله معه هي السنة. ايوه يعني الحديثين معنى واحد. اي نعم. طيب احكي بقى جوامع الكريم. جوامع الكريم ايوه. جوامع الكريم يعني الفصاحه والبلاغه التي ميز بها الرسول عليه السلام بالقران وبالسنه الصحيحه الثابته عن الرسول عليه السلام. هذا كله من جوامع الكريم. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل في معنى كثير. مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة، لا ضرر ولا ضرار. شيء كلمتين، لا ضرر ولا ضرار. بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والأفيون وإلى آخره. هذا من جوامع الكلم. أيوه. يا سيدي حديث في اللي بعده شو؟ في حديث حب بلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا حديث صحيح وما تفسيره؟ هذا دليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأنه هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أنه الحديث صحيح لكن لفظ ثلاث باطلة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان؟ إيه ما بتحب النسوان انت؟ بدنا نشوف النبي هيك. انا رح اجاوبك. إيه انت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عم يقول بدنا نحكي ان النبي عم يقول انه انا بحب الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة. انت ما بتحب الطيب والنسوان؟ أنا مو نبي يا أخي. لك حبيبي أنا شايفك إنك ملك نبي وإن شاء الله تكون مسلم. بس الله يسلمك إن شاء الله. الله يهديك. لكن ماني عارف تحب النسوان ولا لا؟ لا بحب النسوان. هذا هو. فأنت بتحب الطيب ولا لا؟ بحب. طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع. لو قال لك الشرع لا تحبهم. لا لو قال لي الشرع بحبهم خصنا عني لأنه. لا لا أما قال لك العكس. لو قال لك الشرع لا تحب النسوان بتحبهم؟ لا بحبهم. لا والله لو قال لي لا لأنه هلا تني وقت أنا مشي بالطريق لما كنت مفتح مني شوف النسوان. منغير المثال. منغير المثال. لو قال لك الشرع لا تحب الطيب، لا تحب الطيب الريح الطيبة ما بحبه. ما بتحبه. وليش إذا قال لك لا تحب النسوان بتحبه؟ لأنه الطبيعة قسمانه بتخلي لا أنت غلطان هلا. يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني. أيوة. صح؟ فأنت بتحاول ما تزني. أيوة. وبيقول لك وزن العين النظر، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير مثل حكايتي تفلت العين شوي. لكن هذا بدك تعتبر أنه الشرع قال لك هذا نوع من الزنا. أيوة. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح حلال جلال بدك تقول أنت مباح. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا. لكن كونك أحيانا تزني بعينك تزني بإذنك هذا شيء ثاني. لكن لما بتفعل الشيء تعرف أن الشرع ما أذن. أني أنا مذنب بك. أنت مذنب. عفي عليك. الآن لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم بلاش لفظ الثلاث بكررها الطيب
بيقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل اللي هو مكتسبه واللي سارقه من صاحبه؟ هل سارقه من صاحبه؟ أنه طيب يقصد؟ هل هو مكتسبه؟ ها؟ يعني الطيب الحلال. أي الحلال؟ خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال. والنساء الحرام ولا الحلال؟ حلال. إذن أنت بقى بتحب النساء ولا ما بتحب النساء؟ لا بحب النساء. الحلال ولا الحرام؟ لا الحلال. هو مسلم. هون بقى بقول لك شفت شلون؟ لا بعد ما طلعت روحي قلت هو مثلك. اي نعم مثلك. لأنه هو ما فسرها طبعا. النساء ليست النساء لآدم، يعني اللي مدري شلون تجي باللغة العربية، وهي كان طبعا مو صحيح، هي النسي الزيادة يعني المال، بحب المال. ومثل الآية الكريمة كمان بأولها بنفس التأويل، حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والمتاع والحرث. أيضا ليست هذه يقصد فيها النساء العادية، وإنما تفسير يلعب بالآيات مثل هذا الخارجي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. وهذا هي كمان فسر النساء بغير المعنى اللي بيفهمه كل عربي سواء كان عالما أو غير عالم. الآن نرجع للحديث. حبب إلي من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحلال، فأنا بحب الطيب الحلال والنساء الحلال، ومسلمان بحب ليش؟ شو في بقى الحديث؟ لكن هون بتميز الرسول، بتميز الرسول في الثالثة، وجعل قرة عيني في الصلاة. نحن والله موهب شايف؟ لأنه هون بقى بتقول أنت هو نبي، مو لما بسألك أنت بتحب النساء تقولي هو نبي، هو بيشترك معنا في بشريته. اي صح شايف؟ اي نعم. بياكل وبيشرب وبيغتسل بيغتسل بيغتسل. اي ولا بشر. ومن الاحاديث اللي بينكروها هذول الجماعه انه كان يطوف على النساء كلهم بليله واحده. ايوه هاي بدها رجل. أيوة. لا مثيل له في الدنيا. أيوة. الا محمد عليه السلام. اللهم صل عليه. شايف؟ أيوة. وهذا بدل على قوته. اي نعم. وعلى عفاف نفسه. اي نعم. لذلك جمع حلال. جمع أكثر من أربعة. إذا حبب إلي من دنياكم الطيب النساء، لكن هذا مو مثل حكايتنا، شغلوا عن الهدف الأساسي وهي طاعة الله. اللي ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأصحت مين يمين ويسار أبدا. ويعرفوا لك الأحاديث إن شاء الله. وأنا مرحبا. لماذا النبي لم يفسر القرآن؟ لا عفوا، كان إجا سؤال الرسالة والنبوة. شو الفرق بين الرسالة والنبوة؟ بدك يا هذا السؤال ولا ما بدك يا؟ لا إيه. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن؟ ولماذا دعا النبي إلى عمه العباس يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ إلى ابن عمه الرسول. قلنا آنفا هذا السؤال بهمك الرسول عليه السلام. قلنا آنفا الله أنزل عليه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. البيان هو التفسير. فالسؤال خطأ أو جهل. هل بيقول لماذا لم يفسر القرآن؟ الجواب لا، رسول فسر القرآن وهذا واجبه، والله ما بعثه إلا لتفسير القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طول بالك طول بالك. لكن هون بقى كم زلمة بتقدر يوجد في العالم؟ ملايين. ما هي في عقل بيشبه عقل الثاني؟ لا. فهذا بيسأل السؤال من جهله أنه بده تفسير بعدد أنفاس الخلائق. أيوة. لأنه كل واحد له عقل وله منطق، خاصة إذا تجاوزنا العرب اللي أنزل القرآن عليهم باللغة العربية وجينا للعاجم. أيوة. طبعا القرآن ما فسر الرسول العاجم.
فسروا لمين؟ للعرب. للعرب. لكن عند العرب في أشياء ما تحتاج إلى تفسير، مثلا تبت يدا أبي لهب وتب. أما الأعجمي لما بيسمع تب وتب يمكن بيشعر أنه قنابل ذرية عم تنزل عليه، لكن لازم يتعلم اللغة العربية حتى يفهم إيه الكلام العربي. فهي ما فسر الرسول عليه السلام، لكن فسر أشياء بحاجة لتفسير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كيف إيتاء الزكاة وكيف إقام الصلاة وكيف الركوع مع الراكعين، هذا كله بين الرسول عليه السلام وعلى ذلك فقس. فهذا التفسير اللي بينه الرسول عليه السلام لا يمكن يفهم كل فرد من أفراد العالم أولا، ولا يمكن يطابق كل عقل من عقول أفراد العالم، لأن هذا أمر مستحيل، صحيح ولا لا؟ إذا نحن لما نقول فسر، فسر القرآن لمين؟ لأهل العلم ولا لأهل الجهل؟ لا الجهل ما بيفهموا، لأهل العلم. إذا هذول يعني بيسألوا الأسئلة لازم يسألوا أهل العلم إذا أشكل عليهم آية شو معناها. لأن الرسول فسر كل آية بحاجة إلى تفسير. أما آية ما هي بحاجة إلى تفسير، هي كالشمس رابة النهار ما بحاجة إلى تفسير غيره. ولماذا دعا النبي لعمه العباس يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه؟ شوفي ابن العباس، أنا بقول اللهم فقه أبو سليمان في الدين وعلم التأويل. مين إله حق يرحمك الله؟ يقول ليش ما قال ما دعا بهذا الدعاء لفلان وفلان وفلان؟ شو السؤال هذا؟ ما له طعم يا أبو سليمان. ولا عم العباس، ولا مو عمه، ابن عمه. يعني يظهر السائل ظن انه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فسر، انما دعا على ابن عباس انه هو يفسر. ما هو كلام ابن عباس التفسير ما هو بحكم المرفوع، يعني سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، مو من عالم التفسير. شو اشكال عليه في الحديث؟ ليش عم تقول في السؤال ليش دعا لابن عمه عبد الله بن عباس؟ من قال ليش الرسول دعا لفلان ودعا لفلان؟ هذا مو كلام جدي. إذا اتركوا أنت له، شوف شو كلامه. اليوم تسألني. إيه لا أنا مش سألك لك. لا مو على شيء. فلس من الأسرة صارت 19. لسه. ها. باختصار قولوا. هلا في أمور أفضل كلها من هيك. أيوة. هل صحيح أن القمر انشق؟ أشوف أيوة. هل صحيح أن القمر انشق؟ أيوة. يا الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر. أيوة انشق يعني. انشق خلاص. ما معنى الدين الحنيف؟ ما معنى الدين الحنيف؟ أيوة. الدين الحنيف المائل عن الشرك. أيوة. أيوة. لأنه بيطلع المنبر هذا الدين الحنيف هيك. أيوة. أيوة. حنيف هذا قرآن. أيوة. الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر لأن أحدهما كان يعذب من أجل عدم الاستبراء من البول. أي نعم صحيح. حديث صحيح. ما عم يستبرئ من البول. أي نعم. مشان هي. والثاني كان إيش يسعى بالنميمة. غيره. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو غلام صغير؟ صحيح. صحيح. أي نعم. هو صغير. أي والله. أيوة. حديث تصدقوا يا نساء فإن أكثركم من النار. أي نعم صحيح. صحيح. أي نعم. إيه. هل يقطع صلاة المرء إذا المرء والحمار والكلب الأسود؟ صحيح. صحيح. إذا ما كان بين يديه سترة. أيوة. إذا ما كان حاطط. إذا رجل المرء. كيف؟ إذا رجل المرء مو مرأة يقطع صلاة. لا ما يقطع، لكن يكون المرء آثما. نعم. درجة الدين مكتوبين. بس في فيلم أنا رح أقوله. إنسان قال عن ما بده يخلق هو بطن أمه بينكتب رزقه وعمره وعمله وشقيه لسعيد. إيه نعم وشقيه لسعيد. إيه يا أبو سليمان إيه على الوقت اللي ضيعنا. بقى في موجز هيك. إيه معليش أنا أعمل لك لا. إيه. بس عم أتحسر. إيوه. إنه هاي الدروس كلها اللي كانت تلقى في بيتك ذهبت هباء منثورا. مشان هدر هذا الحديث.
حينما شأن الحديث. هذا الحديث نحن ألقينا عليه حول محاضرات. أنا نسيت والله. ما إلا. بذكر يمكن شيء مرة بس. بآخره من رأى فليحمد الله ومن رأى غير ذلك. هذا هو الحديث. لا. هذا حديث اللي بيقول في أوله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مو هذا المقصود. المقصود أن رب العالمين كما قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وكما قال وما ربك بظلام للعبيد. فلما كتب في بطن أمه فلان سعيد وفلان شقي، هذه كشف عن مستقبل هذا الجنين لما بده يدخل في دائرة التكليف، أنه بده يستجيب لدعوة الله ويطيعه ويتعاطى أسباب السعادة فهو سعيد. كتبه سعيد. ليش كتبه سعيد؟ مو غصب عنه، اكتشاف لما سيكون في حياته. والعكس بالعكس، هذا كتبه شقي لأن رب العالمين يعلم الأشياء قبل إيش وقوعها، فكتبه شقيا لأنه فعلا سيشقى وسيعصي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في القرآن الكريم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا هو سعيد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذا هو الشقي. لكن الفرق بيننا نحن العباد وبين رب العباد أنه يعلم الشقي والسعيد وهو في بطن أمه، فبيسجل وهو في بطن أمه أنه هذا سعيد وهذا شقي. مش فرض لازم عليه، وإنما إلزام يعني إله بما سيسعى إليه. يعني صبح مسير مخير. سير ذكرتني بكلمة سير مخير. قديش كررنا هالكلمة هي إنه مسير ولا مخير؟ كان مكتوب علي. كنا نقول ما بيجوز يقول الإنسان عن الإنسان إنه مسير مطلقا أو مخير مطلقا، وإنما هو مسير في أشياء ومخير في أشياء. مناط التكليف في القسم هل هو في مخير تكليف يعني الحرام والحلال والثواب والعقاب مربوط بإيش؟ بالشيء اللي هو باختياره. صبح هذا التكليف مو مكتوب عليه من الأزل. لا مكتوب. لا هو بيعمل بشغله. لا مكتوب، لكن مكتوب كمان هذا الشيء درسنا لكم إياه، ضربنا لكم مثال، قلنا رح نصوركم قاتلين. أيوة. واحد بيطلع على الجبل ماجي مشان نزهة. أيوة. زحلقت رجله وراح دبلكي مثل ما بيقولوا عنا بالشام، مو بس قتل، سحب معه ايش؟ نسوان واطفال وبنات. كل من القتلى في سفة الجبل، هذا قاتل. لكن ربنا يوم القيامة ما بيقول ليش قتلت دون. ليش؟ لأنه مو قاصد القتل. لكن واحد ثاني له خصم في رأس الجبل، في عداوة شخصية بينه وبينه، بياخذ المسدس وبيحشيه وبيش بيحبسه، شو بيقولوا وبيطلع في ليلة لا قمر فيها، شوي من هون شوي من هون، لا بيصل لإيش لدار ذاك، وبيطخه وبيموته، وأطفال وبنات
كوم القتلى في سوف الجبل، هذا قاتل. لكن ربنا يوم القيامة ما بيقول ليش قتلت دون، ليش؟ لأنه مو قاصد القتل. لكن واحد ثاني له خصم في رأس الجبل، في عداوة شخصية بينه وبينه، بياخذ المسدس وبيحشيه وبيش بيحبسه، شو بيقولوا وبيطلع في ليلة لا قمر فيها، شوي من هون شوي من هون، بيصل لإيش؟ لدار ذاك، وبيطخه وبيموته. هذا قاتل وهذا قاتل، لكن هذا قاتل عمل، هذا قاتل خطأ، شايف؟ لكن مكتوب في اللوح المحفوظ هذا قاتل وهذا قاتل. لكن كل المحاكمة في يوم الحساب الأول لا يحاسب، ليش؟ لأنه ما وجد مناط التكليف أو الاختيار. ها؟ أما الثاني وجد الاختيار فهو محاسب. واضح؟ نعم واضح. هذا ما له علاقة مكتوب ولا مو مكتوب. وكل شيء مستطر في القرآن الكريم. كل شيء مسطور مكتوب. ما كما قلنا في الآية السابقة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه. السعادة اللي كتبت في على الجنين وهو في بطن أمه والشقاوة، هي سبق كتابة سابقة وهي في اللوح المحفوظ. فما نقول إذا ما في كتابة ما في قدر، لا، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، لكن لازم نستحضر التفاصيل. قدر على القاتل الأول القتل، لكن بدون قصد منه فلا يؤاخذ. قدر على القاتل الثاني لكن بقصد منه فيعذب، وهكذا. هذا قدر وهذا قدر. ولعلك تذكر أنه بهالمناسبة كنا نذكركم حديث البخاري لما عمر بن الخطاب خرج مع جيشه المسلم للجهاد في سبيل الله، لما وصل لحدود الشام قالوا له أمامك الطاعون. وين رايح؟ أمامك الطاعون. هذا المجلس استشار الصحابة، شو رأيكم نمضي ولا نرجع؟ اختلفوا عليه، شي بيقول ايه شي بيقول ايه. شوية عبد الرحمن بن عوف بيسمع انه عمر عمل مجلس وانهم اختلفوا عليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. إجابة البيان، شايف الحديث شلون؟ هذا ما في بالقرآن هيك شيء، الحديث نور. سمع عمر الحديث، أعلن النفير العام يلا إلى بلدنا، يعني إلى المدينة، لأن الحديث عم يقول لا تدخلوا. بدوي بوقف طريقه، قال يا عمر أفرار من قدر الله؟ قال لا، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، هنا الشاهد، أرأيت لو كان لك غنم بين عدوتي الجبل، يعني بين طرفي الجبل، إحدى العدوتين مخضرة والأخرى جذبة مجذبة، في أي العدوتين كنت ترعى إبلك أو غنمك؟ بالخضرة. قال له بالخضرة. قال له فأنت بتترك المجذبة إلى الإيش؟ الخضراء، بتفر من قدر الله إلى قدر الله، فكله بقدر. فنحن إذا أخذنا بالأسباب مو معناه مش مقدر، كله بقدر، لكن علينا نحن أن نأتي بالأسباب. لذلك قال تعالى في الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
نرجو الله عز وجل أن ييسر لنا الطريق إلى اليسرى وليس إلى العسرى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. قضية الحجاب يعني جيب الكتاب الحياة نسخة. هي قضية الحجاب هي قضية عملية بتهمنا الذين يسدوا على الشام، يعني وكأنه يفهمون أن الحجاب مفروضا على النبي ونسائه وبناته وليس مفروض على نساء وبنات المسلمين. الله هداه إن شاء الله. فبدنا يفهموا أن قضية الحجاب هي فريضة على الجميع. يعني خليك عليك بالأمر القديم يا أبو سليمان. نعم. مهون لكان كشف الوش، الوش عورة نزل واحد كشفه في الطريق عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. مو هذا عم يحكي هو. الشعر جدي عورة واللبس القصير. مو هذا عم يحكي هو. نعم حكى الوش. أنا. نعم الوش. أيوة. الوش. إنه إذا مشيت في الطريق إن كان اليوم كان بشعر. أي نعم. أيوة خلاص. الحبة تستر تستر، الحبة تكشف تكشف. يعني جدي ليس بعورة. حجاب الرأس. هي لجميع نساء المسلمين. اي نعم انا عم بحكي عن الوش. الوش الوش قضية خلافية انا بعرف يعني خلافية. اذا غطى في اقوال انه غطي الوجه ما في اقوال. معليش خلافية صحيح لكن نعم. الصحيح تفضل. ايوه خذ بيدك اليمين وديري ان الله يجعلنا من اهل اليمين. امين. هذا انا من الكتاب اثنين كتاب واحد جزئين جدي هذا جزئين اثنين بيكملوا الكتاب اثنين واحد. اي نعم اي وخمسين بقى. الله يجزيك خير يا الله. سبحانك جزاكم الله خيرا جميعا. الحديث مهم اذا سمحت. اذا سؤال مهم في الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. اي نعم. فاذا انسان قال لا اله الا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جاهلا أو معاندا فهذا الإنسان نحكم بإسلامه وإيمانه أم لا؟ تعرف الإسلام هو الإيمان ولا الإسلام غير الإيمان؟ هو مقصود الإسلام. أنت ما يجوز تلقنه أنت بعدين بتكون مزور مثل ما بيلقن الثاني في الامتحان بيسقط بعدين بيسقط. أنا غلطان بالنسبة لمسألة ابن تيمية واشترطوا غلطان ميت غلطان. لا على قضية أنا عفوا انتبهت أنا أنه هن الشيعة يشترطون صحة الطلاق بوجود شاهدين عند إيقاعه. هذا اللي قاله ابن تيمية وهذا خطأ فيه طبعا هني خالف. لو الشيخ استريح الآن كفي. بس أنا ممكن لأنه جواب الشام أهل الشام ينتظرون جوابه منك. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. بمعنى قال أغثني يا رسول الله. فهذا قال إذا قال إنسان أغثني يا رسول الله ليس فيه شيء إنما يؤول استغاثته بأنها شفاعة كما قال المشركون ويقول الله تعالى. انت بتلقنه؟ لا طبعا أنا لا لا ما في تلقين ما في تلقين. نعم نعم ما بصير هيك. قول الله تعالى ويعلم. طيب هذا صار مدرسه هو بس يجي دوره يلقن حاله. نعم. يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. ما بدنا ندخل فيه. نعم نعم ويقولون بس هؤلاء يشفعون عند الله لانه ما في عنا خلاف. كمان بدك تلقنه؟ ما في وقت لأنه مشان السؤال سريع. جزاك الله خير. أنا ما عم لقني هيك عم بحكي بالأصل عم بقوله. تعرف أنت في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أعرف أن هناك حديثا ورد بتعريف الإسلام. لا 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 تحيد عن السؤال. طيب. نحن مجربين الناس. نعم. صرنا 50 سنة وزيادة. بارك الله. خير الكلام ما قال وزاد. نعم. تعرف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ ليس هناك فرق. طيب. تعرف في فرق ولا ما في فرق؟ عشان تشكلك يعني. نعم. هو أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في الأحاديث وأحيانا يأتي بمعنى آخر. كما في حديث جبريل عليه السلام. ما حكي الحديث ولكن في حديث. نعم. انت عم تقول كما في حديث. طيب اخي المناقشه الى اسلوب بل اساليب. لما بتلتقي مع انسان تختلف انت وياه تدعي دعوه
بحاجة إلى استدلال عليها بجيب الدليل. أما إذا كان هل عم تناقش معه برايحك عن الدليل لا تعب حالك أنت. شايف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أحيانا في فرق وأحيانا ما في فرق. أنت في فرق وأنت ما في فرق؟ وقت بيكون المعنى الإيمان اللي هو ثلاث معاني له. في معنى بيجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. نعم. هلا دخلت في موضوع ثاني. ثلاث معاني. أنا عم أسألك أنت بيكون في فرق. ليش مرة بيكون في فرق ومرة ما بيكون في فرق؟ وقت يكون الإيمان مخصوص لقلبي فبيكون غير معنى، بيكون في فرق. يعني قالت الأعراب آمنا. نعم. راح يجيب كمان آية. هذول متعلمين أبو عبد الله على المحاضرة. إنه يقعد عاد يحكي ربع ساعة نص ساعة ساعتين إلى آخره، ولسان الحال بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدني. نحن خذوا عطية يا أخي، خذوا عطى. لا مو هو. طيب أنا ما أعطيك. عم ترجع تستدل بالرغم من قلت لك وأنت عللت لصاحبك إنه لا تجيب دليل لأنه الوقت ضيق، وإذا بك رجعت إلى ما نهيت عنه تجيب دليل. ليه؟ اللي انت بيكون الايمان. نعم. بدي اقول لك شيء انا ما بعرف اقوله الا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله. وفد عبد القيس. سبحان الله. ما بتعرف تقول انه الحديث اللي بقلبك بدل على انه في فرق بين الايمان ولا لا الا ما جيب الحديث. طيب في فرق مو طيب. سؤال عم يتوجه لك شلون طيب؟ يعني ما بدي سؤال عم يتوجه لك قلت لي طيب شو طيب؟ اعطي الجواب لشيء طيب. الجواب قلته انا شو بيكون في فرق بين ايمان الاسلام. آمنت انا في فرق، لكن امتى السؤال؟ امتى بيكون في فرق؟ بدات تجيب انت لكن ضعت لانك شغلت حالك بالاستدلال. قلت الايمان له علاقه مثلا بالقلب. نعم. طيب كمل شو. واحيانا بيكون الايمان بمعنى الاسلام نفسه حسب الاحاديث النبويه. والاول شو هون؟ الايمان القلبي غير الاسلام اللي هو شو هو الاسلام اذا بينا شو الإيمان شو الإسلام؟ الإسلام اللي هو الإيمان العملي. الإيمان العملي هو الإسلام. الإيمان العملي. نعم. يعني مقصود إنه. هون بيظهر الغلط واه. ليش؟ المنافقين كان إسلامهم إيمان عملي. يعني بقصد إنه. سؤاله. نعم. سؤال وجوابه. نعم لا. هيك بصير التفاهم. يعني أنت عم تحطي مكان ضيق جدا. بدي انا اعبر عن الشيء اللي بدي اياه. يعني الله يهديك وانا ما لك انك تعبر عن الذكياء، بس عم اقول لك باقرب طريق. الوقت دي انت عم تعترف فيه، اعطيني جواب باقرب طريق بدون استدلال. سامحك الله. هيك يعني بهالطريقه هي هذا اسلوب زنقتني كثير. لك يا اخي شو زنقتك فيه؟ عم اقول لك خير الكلام اقل في هذا الزنق. طيب لما كان الاعراب اللي وصفهم بعدم الإيمان. لا جيب لي قصة الأعراب، أعطيني خلاصة. هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا؟ مسلمين. طيب لكن يوافق كلامهم إيمانهم؟ لا. فهذا يخالف ما قلت. كيف يخالف ما قلت؟ وكيف فكر شو عم تقول؟ بين شو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ طيب ليش لما قال له اللي وفد عبد القيس؟ لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك. أنا عم أقول لك بينت ونعم ولا مو بترجع بتسأل. أنا رح أقول لك شيء ورح تقول بسألك صح بتلي صح. هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت. الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ظاهرا. الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا. الإيمان الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا. فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر، وهذا هو صفة المنافقين. شفت اللي شو عم تقول؟ صحيح نفاق الأكبر. ما مسألك أنا نفاق أكبر أصغر. صحيح هذا التفصيل ولا لا؟ هذا اللي بدي منك. زنقت حالي فيه أنا هلا؟ لا لكن يعني أنا كمان إذا بدي أتكلم بالفكرة اللي بيقولها ما سمحت لي يعني. لا الفكرة اللي بتقولها قلت أنا هذيك الساعة تعمل محاضرة نص ساعة وساعة، لكن أنت لست محاضرا الآن. أنت سين جيم. طيب عندك استعداد؟ طيب عندك استعداد سين جيم؟ أهلا وسهلا. ما عندك استعداد؟
هذا بعد ثاني من قالك تفضل ألقي محاضرة وبتكون مسجلة. أنا ما بدي ألقي محاضرة بس الإيمان جاء أيضا لك أخي عم قالك فرضا قال ما بدي ألقي محاضرة صدقها هو يعني عم أضرب لك مثال الله يهديك أنه ما عندك استعداد تعطي جواب لكل سؤال بأوجز عبارة من لك تفضل ألقي محاضرة ترجع بتقلي أنا ما بدي ألقي محاضرة. كمان هو سألك سؤال بده جواب بأوجز عبارة أنت صرت تسألنا أسئلة. نحن عم نسألك إذا إنسان قال لا إله إلا الله واستمر يدعو الآلهة الأخرى فهل هو بيكون دخل في الإسلام وصار مسلم واحد مقبول عند الله أم هو ما يزال على كفر؟ ما أنا وجهت كل السؤال مشان نرجع لهذا الموضوع. صار هيك بدي كمان طبعا صار ليش مين طولها أنت ولا أنا؟ والله أنت سامحني أنا أسئلة يعني أنا ما سألتك أسئلة سألتك سؤال واحد وما أجبت عنه. معليش أنا بنسحب لك الرجال يعني الحمد لله وننتهي من الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك بينسحب الرجل بيقول عفوا هو إذا سؤال ليش جوابه من جوابي ما أخذته أنا جوابك أن تفرق بين الإسلام وبين الإيمان هذول اللي وصفتهم ليسوا مؤمنين ليسوا بمؤمنين لكن دوم مدام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا فإذا فعلوا فعلا هو الكفر بعينه فهنا ندخل في موضوع ثاني وهو أنه هل كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه أم لا؟ شو رأيك أنت؟ هل كل ما وقع هل كل ما وقع بس على الطريقة اللي أنا برتضيها نعم مرة طريقة صاحبك محاضرة نعم كلمة وطاها وبعدين بتلوموني لوموا أنفسكم. طيب أنا عم أسأل سؤال أنا بقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه شو رأيك صح ولا ما صح؟ إذا بتلي صح بمضي في كلامي إذا بتلي لا ما صح بدي اضطر أنا واقف هون لأنه بدنا نبني عليها على رواية قصورة وما بيجوز نبني على كلام مش مفهوم نتيجة لأنه النتيجة حتكون غير مفهومة أيضا. طيب إذن الذي وقع في الكفر وقع عليه الكفر أم الذي ليس وقع في الكفر؟ هذا سأل سؤال. طيب هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ إما أن تقول نعم أو بتقول لا. طيب أقول نعم. تقول على كيفك؟ لا مو على كيفي. لك شو الدليل؟ باعتبار الذي وقع في الكفر وهو شو نعم. هنيك ما نطلب دليل يجيب دليل هون بطلب دليل بتلي باعتبار نعم أقول لك الدليل جوب الدليل بدون ما تقول باعتبار. طيب شو الدليل وإلي الدليل أجيبه على ماذا دليل على ماذا دليل على أن الذي يقع في الكفر أيوة. ما هو الكفر الذي وقع فيه أليس كذلك؟ لا ليس كذلك الله يهديك لك ماذا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه بمعنى ليس كل من وقع في الكفر قيل فيه شرعا إنه كافر مخلد في النار هيك معنى العبارة وإذا كان العبارة هي ما مرت عليكم طلعنا من ثلاثة نية نرجع نحكي بالكلام اللي بيفهموه كل الناس ليس كل من وقع في الكفر يجوز أن نحكم عليه بأنه كافر مرتد ومن مخلد في النار قول أنت نعم قول لا مفهوم عبارتي هلا؟ مفهوم نعم طيب شو رأيك؟ طيب لنقل لا نعم لنقل لا إنه لم يقع في كفر الله لم يقع عليه كفر الله يهديك يا أخي قضية مش قضية تحذير قضية عقيدة هاي بدنا نبنيها مش لنقل كذا وقع كفر أو لنقل ما كفر بدي عقيدتك أنت اللي أنت على أساسها بدأت الكلام في هذا الحديث طيب ممكن تلقي علي السؤال بوجه آخر لا أكثر من هيك أبسط من هيك يعني ليس كل من وقع في الكفر حكمنا عليه بأنه ارتد عن دينه ايوه هي وجه ثالث كمان ماشي ولا كمان بدنا رابع نعم معك انا اي شو رايك صحيح هذا الكلام ولا لا لا اعلم اي كويس جزاك الله خير فلذلك ينبغي نتعلم وبعدين علمني على ذلك ما لي شيء الان الساعه كذا وما في مجال خير ان شاء الله تعلم له ظروف له اوقات وبس يا أستاذي شامل اللي بده يتعلم نعم ما بيرفع راية المعارضة
وراية التكفير وهو لسه في قضايا بينه وبين ربه لسه ما هي واضحة، مش عارف شو حكم الله في هذا الإنسان. يعني الآن من أبسط أشياء حتى ما يتم بالك مشغول، أهل فترة كفار ولا لا؟ أهل الفترة؟ إيه طبعا كفار. كفار نعم. وخلدوه في النار ما بتعرف. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. اهلا وسهلا.